لاحظنا باللي ارتفاع يعني محسوس في الهكتار، حيث اننا في السابق كنا نجيبوا في الهكتار 30 الى 20 الى 10 قنطار، اليوم ان وصلنا كمعدل 114 قنطار في الهكتار. وفي بلديه ولاد سي سليمان بالذات اللي تنتج في الموسم هذا لوحدها 180 الف قنطار، يقدر نوصلوا في الهكتار الى 140 قنطار. يعني هذا بفضل الدعم وبفضل المجهود اللي تبذله الدوله. السنة الانتاج زاد شويه، زاد يعني بضعفين. السنة كان القطار العام اللي فات نحى 40، السنة راه في 140 هنا في ولاية سليمان، في 140 قنطار في القطار.